لكن الشيخ انت ذكرت مره انه احيانا اعاده الدرس في جلسه واحده امر ثقيل على ثقيل جدا. على كل احد صحيح. لماذا شيخ؟ في شيء من الملل. من الملل السام المم. يعني كون الان ادرس ماده واليوم الثاني ياتي طلاب اخرون لم يحضروا بالامس هذا في عندي صعوبه. فالافضل ان يحضر الانسان الماده ويلقيها القاء واحدا صحيح، وعلى الاقل اذا اراد ان يلقيها مره اخرى فلتكن هناك فتره نعم بين الـ بين الـ بين الإلقائين يكون أفضل. نعم. طبيعة النفس البشرية ملل، يحب الإنسان يقول الآن محاضرة في النحو ثم بعد يقيم محاضرة في القرآن وفي الفرائض وفي غير ذلك. طبيعة النفس البشرية. لكن الشيخ أسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد، أحيانا تعيد نفس الشرح أكثر من مرة في جلسة واحدة. جلسة واحدة لا ترد أحدا. هذا أفعله في الحقيقة أفعله، لكن قلت لك يصعب علي هذا. فالأفضل أنه الإنسان يحضر المحاضرة ويلقيها. أنا أحضر إلى الكلية لا أحرص على أن لا ألقي شيئا مهما حتى يأتي الطلاب كلهم، لأن الطلاب الآن في أول سنة يكونوا معظمهم يكون غائبا، فأفضل لا ألقي الأشياء المهمة في المنهج حتى يجتمع الكل. فأبدأ ببيان أصول النحو ونشأة النحو وبأمور عامة حتى أقضي في المحاضرة. حتى الأسئلة الاختبارات أظن شيخ ما شاء الله أنت الحمد لله رب. أحاول أن أضعها سهلة، وأحاول أن أقول للطلاب إن النحو سهل وأشعر بأنه سهل. أنا أذكر شيخنا مرة في المعهد سألتك فقلت لي أنا إذا يعني معنى كلامك إن إذا شميت الجواب الصحيح أعطيه الدرجة. بارك الله فيك. إذا عرفت أن الرجل يحوم حول الجواب الله أعلم الحمد لله. وأنا ماشي على منهجك حفظك الله على نفس المنهج. المهم النحو.